الخبر اللي عدنا عن تهجم متابعين قمر مار بشكل مو طبيعي على نور مار. قمر ساعه سبب فذ ما تعرفون انه حساب قمر مار بالانستغرام هو اللي يديره محمد مار، وهنا لازم تنزل شويه ستوريات. لهالسبب متابعين قمر مار صار يتهجمون على نور مار. على اخر مقطع نزل في كل الكومنتات عند قلبت هاشتاج نطالب اعاده حساب قمر الانستغرام لها وخليها تتفاعل اكثر بالسوشيال ميديا. فما ادري صراحه من احبابي بالكومنتات شاركم في هذا الخبر، هل تشوفون ان نور مار يستحق هذا التهجم اللي تعرض له او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عندنا هو طبنجة، فطبنجة نزل على حسابه بالانستغرام شوف ستورياته، وهذه الستوريات كان بهذه الصورة المصغرة هو ماريانا، ولا من خلال انه راح ينزل المقطع اليوم على الساعة 4، من الواضح راح يكون فلوج وياهم قطة جديدة جايبين. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو شيرو، فشيرو نزل على حسابه بالانستغرام شوف ستورياته بهذه الستوريات، على من خلال انه قاعد يصور مقطع هو وشيرين، وفكرة هذا المقطع انه يقرا رسائل الخاص عنده بالانستغرام، فإذا قرر انه يطلب من متابعينه يروح عنده بالخاص ويقول له ان شيرو احسن منك، اكون راح تقوم هذه الستوريات فهم يفهمون اكثر. يا جماعة بصور فيديو انه بقرا رسائل شيرين الخاص بالانستغرام، فاللي بدي اياه ممكن انه تروحوا تكتبوا لانه شيرين شيرو احسن منك، شيرين فيديوهات شيرو احسن منك، لحتى نشوف شو حتكون ردة فعل. حتشوفوا الفيديو راح نزله بعد يومين، واكيد ما بتشوف هالستوري لانه انا خافيه، فيلا روحوا لعندك اكتبوا له. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات المقطع منو متحمسين اكثر بين شيرو وطبنجه. الخبر الثالث اللي عدنا شيرو قصف النور ستار، مثل ما تعرفون المشكله اللي صار بينه وبين نارين بيوتي، واللي كان سببها انه نور ستار سرقت فكره من نارين بيوتي واللي فكره الجيمنج. نزلت مقطع جوله في غرفه الجيمنج، وسبب النجاح عندها هو كتاب متسرق الفكره بالكامل، ده سيت اب كلش بسيط ونص استعانته من موفلوجز. هذا شيرو نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، واللي هو كان تقريبا نفس فكره مقطع نور ستار، ولكن متى جوله في بيتي وانا مجرد استهزاء بنور ستار. هو قاعد يسوي جوله في غرفته، ولكن هو مجرد استهزاء مثل ما شايفين قاعد يسوي اشياء غريبه، يسوي يعني الاماكن السيت اب كلش غريبه وهيك كلام. فشافوا المقطع يعرفون الفكره بالكامل. بدون احبابي بالكومنتات شاركم باستهزاء شيرو بنور ستار. الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وانس الشايب، وهل راح يتزوجون؟ فبيسان اسماعيل نزلت على تيك توك هذا المقطع، وهذا المقطع كان بيلابس ملابس عاديه، وفجاه تلبس هو مثل كانه فستان من العرس او كانه هي رايحه خطوبه، هو يتوقع موضوع يمكن زواج. طبعا الناس صارت تجمعون عليهم من متابعين نارين بيوتي، واللي كشفوا حقيقه انس الشايب انه هو جيم ورجال، خاصه بعد المقطع اللي نزلته هو يكشفوا حقيقه انس الشايب. بالنسبه لشخص من شايف راح احط لكم اياه بالمقطع، روحوا شوفوا المقطع هذا مترفع حقيقه انس الشايب. اكتبوا لنا احبابي بالكومنتات هل توقع الموضوع له علاقه بالزواج او لا، وشو رايكم بالتهجم تعرضوا له، يستحقوا او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن باريتيوب، فباريتيوب نزل على حسابه بالانستغرام شفت ستوريات وكالعاده يقول بها قصص رمضانيه بطريقه للضحك والجميله، اكون راح احطكم هذه الستوريات حابين نشوف القصه بالكامل. اصنع عشوه لي اي وقت كذا اشوفه كويس. احبتي الكرام، مرحبا بكم في تكوتنا اليوميه وفي برنامجكم خواطر باري. يا معشر النت، اليوم بنتكلم عن كافر كبير، صح؟ واحد كافر من قوة كفره، الكفر نفسه انفجع. اليوم بنتكلم عن واحد اسمه النمرود. النمرود ذا كان كافر بطران، صح؟ كان معه كل انواع القمح والذهب والفضة، وهذا كله قبل ما يصير ملك كمان. في يوم من الايام النمرود كان يتروش ومعاه الكثير من النساء، قليل ادب كمان، اوكي؟ وهو يتروش دخل عليه رجال في قصر الحمام وقال له انت بتصير حاكم الارض في يوم من الايام. النمرود انفجع قال ها اقتلوه، واقتلوا كل النساء دول. البنات ما لهم صلاح، شحط قتلهم كلهم، كان كلب تمام. طلع غرفته ولقى نفس الرجال اللي قتلوه قبل شويه قاعد مره ثانيه. النمرود انفجع قال له يا ابوي انت مين؟ الرجال قال له انا ابليس. شحط تحول لهيئته الحقيقيه كانه ايرن. النمرود انفجع مرة، كل شيء ينفجع تمام؟ دجاجة. إبليس قال للنمرود اسجد لي وبعطيك الحكم والملك. النمرود قال اوكي. سحر سجد لإبليس. من ذاك اليوم إبليس علم النمرود السحر وعلمه الحكم وملك الأرض، وبعد ما تعلم كل شيء قتل أبوه عشان لا يوقف في طريقه، وكب حط التاج فوق راسه وقال نحن ملوك الأرض مدري ايش. بدأ النمرود يتضارب مع نص الأرض لين صار ملك الأرض الأيام ذيك. كان مهجد ام الارض تمام. في يوم من الايام الناس كانوا ماشيين عشان يطلبوا اكل، وكان معاهم سيدنا ابراهيم عليه السلام، وشاف ملك كذا يقول للناس من ربكم، والناس يقولوا له انت ربنا مدري، لين وصل عند سيدنا ابراهيم وقال له من ربكم. ابراهيم عليه السلام قال له ربي الذي يحيي ويميت. النمرود قال ها انا احيي واميت. شحط جاب اثنين قتل واحد وخلى واحد مسوي يسوق امه، فاهم كيف مسوي فيها ذكي. ابراهيم عليه السلام قال له احيي اللي قتلته، اللي قتلته قبل شوية دحين صحيه مرة ثانية، ها؟ مو انت اللي تحيي وتميت؟
النمرود فجع حبتي في الله سبحان الله. سأل النمرود إبراهيم قال له ماذا يفعل ربك؟ إبراهيم عليه السلام قال رب يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. النمرود انفجع مرة ثانية. الآدم إذا كل شيء انفجع تمام ما عاد أمه هرجة. قال له أنت اليوم ما بتأخذ أكل. إبراهيم عليه السلام مشى البيت ولقى أطيب أنواع الأكل وعرف إنها منه. وفي يوم طلع يدعو الناس لله ومشى كسر أصنامهم وخلى لهم صنم واحد. الكفار انفجعوا قالوا هاي مين اللي كسر الأصنام؟ إبراهيم أشر على الصنم الكبير وقال لهم أسألوه. الكفار تحشروا مرة ثانية. الكفار يتحشروا ما عند أمه مهرجة فاهمين كده. شالوا إبراهيم عليه السلام وودوه للنمرود. النمرود قال اقتلوه. جمعوا له حطب كبير كده ورموه في حفرة نار كبيرة وخلوه هناك الأيام لين النار صارت رماد. ولما جوا بيجمعوا رماد ولقوه على نفس الحالة. ربنا قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في النهاية ربنا رسل ملاك عشان يدعو النمرود للإسلام. النمرود قال نعم. ربنا رسل له واحد ثاني. النمرود قال نعم. وربنا رسل عليه جيوش من قتلت كل جنوده وما بقى غيره. فدخلت له ناموسة كده في خشمه لين وصلت لدماغه وما كان يقدر ينام إلا إذا ضربه بالزنوب الشحب يقدر ينام كده. أوكي ثاني ناموسة تتحرك لين الشحب يضرب رأسه ثانية. ما كان يقدر ينام إلا إذا ضربوه بالزنوبة فاهمين كيف. قضى يمكن 400 سنة كاملة وهو يتعذب من الناموسة دي. والأربعمية سنة دي كانت نفس فترة حكمه. يعني هو حكم 400 سنة وتعذب بالناموس 400 سنة. ومات النمرود عن طريق ناموسة بعد ما كان مهجد أم الأرض كاملة عارفين كيف. زبدة الموضوع الحكمة من قصة اليوم. لا تشوف نفسك لا تدك كف عينك أنت وهو بقى. أنا ده. ما في شوفت نفسه اوكي. وكان هذا الجزء الرابع من خواطر باري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصنع معروفا واغرس فكرة. وبس والله وصلت المقطع حبايب. اكو شيء غريب قاعد يصير في القناة واللي هو انه المشتركين يعني ما قاعدين يزدادون. تفاعل الحمد لله زين ولكن المشتركين ما قاعدين يزدادون. فاتمنى من كل شخص ما مشترك بالقناة قاعد يشوف المقطع ما مشترك بالقناة انه يشترك بالقناة. عم نحاول نوصل اكبر عدد ممكن. بالعادة كنا بالشهر الواحد نزيد 50,000 100,000 مشترك ولكن بهذا الشهور ما قاعدين نزداد غير يمكن 10,000 2,000 متابع بالشهر الكامل. فاتمنى كل واحد يشترك بالقناة. تقدرون التعب اللي قاعدين نتعبه. وبس كان كوفيزي مقطع من مثل القصص. مع السلامة.